السلام عليكم، انا شكري وهعمل معاكم النهارده كيكه جميله جدا وسريعه جدا وخفيفه جدا، كيكه التفاح. هنعملها بخامات متوفره في البيت، ما انتش هتكلف نفسك حاجه، وممكن تستبدلي التفاح باي نوع فاكهه يكون موجود عندك. وعلى بركه الله نبتدي الشغل. عندي بيضتين عليهم الفانيليا بتاعتهم طبعا، وعندي 200 جرام سكر يعني كوبايه، وعندي 60 جرام زيت ربع كوبايه، و150 لبن عليهم علبة زبادي يعني اللبن والزبادي 150 جرام، و30 جرام زبيب، و250 جرام دقيق عليهم معلقة قرفة، ونص كيس بيكنج باودر، وتلات تفاحات متقشرين ومتقطعين. هنبتدي على طول نحط السكر على البيض زي ما انتوا شايفين. خطوة عادية خالص، انا مش بضرب البيض، انا بدوب السكر في البيض بس. يعني انت ممكن تعملها بالمضرب بتاعك عادي خالص، مش محتاجة مضرب الكهرباء. زي ما قلت لكم ان اللبن دي علبة زبادي صغيرة مكمل عليها لبن 3/4 كوباية، يعني علبة الزبادي واللبن 3/4 كوباية، هو يعني مقدارها 150 زبادي، بس انا كان عندي علبة واحدة فكملت مكانها لبن. انت ممكن تعملي برضو كده. حطيت الزيت على البيض وبقلب مستمر في التقليب. زي ما قلت انا مش بضرب، انا بقلب بس، يعني انت بالمره بتعمليهم. واحط عليهم 3/4 كوباية لبن، والمضرب برضو شغال بقلب زي ما انا عادي خالص. بعد كده هندخل عليهم الدقيق والمعلقه القرفه الصغيره والبيكنج باودر، نص كيس بيكنج باودر 8 جرام، هو كيس 16 نص هيبقى 8 على طول. وهندخل الدقيق على البيض والسكر والزيت واللبن، هنقلب الخليط بتاعنا ده عادي خالص. الموضوع ما فيش فيه بالراحة ولا قلب، عادي خالص براحتك اهوت. انا عشان عايز اوريكي بس، فبقى مهد ايدي في التقليب، انما قلبي انا عامل خليط خالص اللي تحت ايدك ده. ظهر المعلقه كده وقلبي جامد، وانا عامل خليط خالص. بعدين نحط عليهم الزبيب، الزبيب كنا نقعه في شويه ميه عشان يطرى، وحطينا عليهم التفاح، وهنقلب الخليط ده كله ببعض. التفاح ده 3 تفاحات زي ما قلت متقشرين ومتقطعين صغير بس، هذا كل الموضوع. ممكن تحط فراولة بدل التفاح، حط أي نوع فاكهة ما يبقاش فيه مية. وهنفضيهم في الصينية بتاعتهم. المقدار ده ممكن تعبيه في طوق 24، صينية 24 ممكن تيجي معاكي. وبسوي الخليط بتاعي مظهر المعلقة كده بالراحة. زي ما قلت الصينية ديت ممكن انت تحطها في صينية مقاس 24، وخطتين كده بس بنساوي. وعلى الفرن على طول 180 درجة، مش هتاخد حاجة في الفرن وهتطلع على طول اهي، طلع زي الفل ما شاء الله. اهيت تبرد ونشوف هنعمل فيها ايه. قلبتها من الصينية بتاعتها، القلب عادي مفيش فيه مشكلة. عندي مربة مشمش ناعمة مفرومة يعني، هلمع بقى الوش. ما عندكش مربى المشمش، شوية شربات تقيل، ما عندكش شربات تقيل أي نوع مربى عندك، عسل يمشي الحال، أي حاجة تلمع الوش وبتدي طعم برضه للكيكة. أهو شوف شكل الكيكة اتغير خالص بعد ما اتلمعت بالمربى. دي مربى مشمش قلت زي ما قلت مفرومة ناعمة مهيش قطع يعني، بلمع بيها الكيكة، بتدي طعم وشكل جميل زي ما انتم شايفين. شكلها اتغير خالص بعد ما خدت التلميع بتاعها. المربى دي موجوده في السوق يعني، مش لما تتك على الحتت البيضه اللي هي بتاعت التفاح عشان لونها ما يغيرش. عندي حته شوكولاته بيضه، ودي حاجات زياده انا بعملها في الكيكه، ابشر شويه على الوش بتدي برضو طعم وبتدي شكل كويس. شوية شوكولاتة بيضة مبشورة على الوش،
هتدي طعم وهتدي شكل كويس، لان دي كيكة بتتعمل في 5 دقايق، يعني هتبقى كيكة يومية بالنسبة لك، او كيكة ممكن تعمليها في وقت قصير، فمش عايزين نكتر الشغل فيها. زي ما انتم شايفين اهي كده خلاص، اهي ما شاء الله زي الفل، طعمها جميل جدا. اهي معلقة القرفة الصغيرة اللي احنا حاطينها ديت، والفانيليا عطي لها طعم جميل قوي اهي ما شاء الله. جربوها ان شاء الله هتعجبكم، واذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير، وباكد على موضوع اللايك لانه مهم بالنسبة لي جدا. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.